نقوم الآن في مستشفى الكويت التخصصي بافتتاح المستشفى الميداني الملحق بمستشفى الكويت التخصصي لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى وتوسعة السعة السرية لهذا المستشفى لتصل بفضل الله عز وجل إلى 90 سرير الآن مع افتتاح هذا المستشفى الذي يحتوي على 75 سرير لاستيعاب المرضى ما بعد العمليات الجراحية التي سنقوم بإجراءها من خلال استقبالنا الوفود الطبية. هذا المستشفى بفضل الله عز وجل وبجهودكم وبصماتكم الواضحة من خلال حملة تبرعات منصور شومان من خلال أهلنا وإخواننا في كندا الذين نقدم لهم خالص شكرنا وتقديرنا واعتزازنا لمساهمتهم الفاعلة وبصمتهم الواضحة الآن وجهدهم المبارك في إنشاء هذا المستشفى من وسط القصف والدمار. أثرنا أن نخلق الحياة لشعبنا. هذا المستشفى بفضل الله عز وجل وبجهودكم تم افتتاحه الآن لاستقبال المرضى حيث سيتم إجراء العمليات الجراحية بإذن الله تعالى بداية الأسبوع القادم من خلال الوفود الطبية. هذا المستشفى يحتوي على 75 سرير لتكتمل السعة السرية إلى 90 سرير، يحتوي على قسم لاستقبال الوفود الطبية وقسم للمبيت الطاقم الطبي وصيدلية ومكان لاستقبال المرضى. هذا المستشفى بإذن الله تعالى الآن يعمل بسعة استيعابية جيدة جدا لتفادي حجم الكارثة التي هي أكبر من أي مستشفيات ميدانية بشكل واضح. الآن بإذن الله تعالى مصرون أن نخدم مرضانا وأن نعزز صمود شعبنا من خلال دعمكم وتبرعاتكم. نقدم خالص شكرنا وتقديرنا واعتزازنا إلى كل من ساهم في إنشاء هذا المستشفى، إلى أهلنا وربعنا وعزوتنا في كل مكان من شعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط الثابت الآن والذي يواصل دعمه الآن لنا. نقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم خيرا بإذن الله تعالى مستمرون حتى نهاية هذا العدوان. لا خيار أمامنا أن نترك شعبنا وأن نخذل أهلنا وأن نغادر مستشفياتنا.